صح إنه النت مفيد، لكن باقتطاعه عاد فادنا أكثر وأكثر. خلى الزوج يقوم من فوق تلفونه يشوف زوجته وتشتي، وعرف عياله كم منهن وإيش حاجاتهم، لكن بالمقابل حوالاتنا تعلقة وبلادنا خربة وناس ما قدروا يكملوا أعمالهم. إيش حصل لك لما اقتطع النت؟ قلق نفسي. ليش؟ إيش مخبي معك بالنت؟ نتابع أخبار بس. بإيش أثر عليك انقطاع النت؟ بإيش أثر علي انقطاع النت؟ أحس نفسي رجعت للعصر الحجري، أرقد بدري، أتعرف على أهلي، أقرأ كتب ورقية، يعني رجعنا للحياة اللي يسمونها طبيعية. أهمية النت دمار. طيب بإيش أثر علي؟ أوقف مواقف التواصل الاجتماعي، أوقف الأخبار، أوقف التواصلات، أوقف الحوالات المالية، أوقف كل شيء. كم عدد الساعات اللي تستخدمي في بنة؟ والله كثير. طيب وكم عدد الساعات اللي تقصي في بمع أهلك؟ أقل من لما قلت مع النت. وضميرك مرتاح؟ لا والله. طيب لما انقطع النت الفترة اللي تقضي في بنة إيش عملتي به؟ أقلت مع أهلي. الحمد لله. ولا أحصل لي حاجة، أنا قطو كل يوم أرقش دقيقة أنتر طولة الليل. ما عملت أنتر؟ مع الهواء مع أصحابي. طيب لما انقطع النت كيف قضيت وقتك؟ يعني والله صراحة والله ملالة، يعني صراحة الواتس يعني حاجة مهمة. هذا النت حسان. هذا النت حسان. يعني أمك تقرأ لا تقرأ؟ وإيه كذا. طيب من هبة بعد ما انقطع النت؟ هل عرفتي نفسك صح؟ هو ذك هوني، اللهم أنني زدت كتاب قليل، ضباح، أشقدة في الطارف، بس. السلام عليكم، كيف حال المؤنتر؟ الحمد لله تمام. يعني تأنتر كنت؟ أيوه. مخفوش؟ اليوم رجع لي. فرحان؟ أكيد. مدى فرحتك بهذا اليوم؟ اليوم مدى فرحتك؟ يعني ما توصفش الصدق. ما شاء الله، الله يسعدك دائما. امين الجميع ان شاء الله. يعني متزوج ان شاء الله؟ ايوه اكيد. طيب فرحتك بزواجتك اكثر ولا برجوع النت؟ لا بالزواج اكيد. والكذاب؟ الكذاب ملعون. طيب النت عايش بحياتك اكثر منك. تستسعد والله. لو طلع قرار انه يمنع النت عن اليمن ايش بتعمل؟ بنخرج نقطع شارع جمال. من الشارع هذا قد عبثته؟ له قد عبثته به؟ ها؟ قد عبثته به كثير؟ معنا له. بعد انقطاع النت فين شفتي الأهم، النت ولا الأكل والشرب؟ النت. يعني النت أهم من أكلك شربي؟ أهم من أي حاجة بالحياة. إن شاء الله. وكمان أدبرنا القط حقك هذا. إن شاء الله القط والنت يروحوا. لا حد الآن النت مرضاش يرجع. قطعوا علينا الماء قلنا عادي، قطعوا علينا الكهرباء قلنا ماشي، رفعوا أسعار المنتجات قلنا بنعيش، رفعوا العمولات عادي برضو يا شعب، لكن يقطعوا النت علينا. لا والله ما كان ولا سبرة. كيف يقطعوا النت؟ كيف شي نعيش؟ رجعوا النت. رندا الحمادي، خباز اليوم، تعز.